هرجع مع حضرتك طبعا لمباراه النادي الاهلي. مباراه النادي الاهلي اول خطوه وبدا خلاص جماهير النادي الاهلي، انا مسميه مشوار العشره يا اهلي، يعني مشوار بدا بمباراه متوسطه. ما فيش شك ان المنافس كان منافس متوسط، لكن كان عنده طموح، كان عنده امال، لكن تحطمت هذه الامال طبعا بهدف الو ديانج وعوده النادي الاهلي بفوز. اعتقد انه خلاص يعني وضع رجله في دوري المجموعات. شوف، هو الناس الحقيقه في النيجر يعني قالوا ان المكسب الحقيقي ان هم يصعدوا ليقابلوا بطل القرن، بطل القاره. النادي الاهلي موجود وهو عزيز لديهم، واضح جدا يعني، وبالتالي كان ده بدايه انتصارهم المعنوي، انهم يشعروا انه في المنافسه مع النادي الاهلي. فما بالك بقى والماتشات دي، ممكن واحد يظل يعيش على لعبه، صحيح، على باصه، على قطعه كره من نجم من نجوم النادي الاهلي، فما بالك لو وفقوا في احراز هدف او شيء من هذا القبيل يعني. وبالتالي النادي الاهلي ادى الماتش حقه، كمان قدم ما هو اكثر من احتراف يعني. ما عدناش بقى نسمع زي بعثات كده زمان يعني، اصله الستارز والارض، رغم ان الملعب ارضيته فقط بدائيه جدا. هي تذكرنا لما كان مدرس الزراعه مع مدرس الالعاب ينجله ملعب، الملاعب البدائيه اللي هو كان يسمى ساعتها، يقول لك نزرع حشيش هنا عشان يلعبوا، حتى قبل كلمه نجيله وصناعي ومعتمد وكذا. لكن دي امكانياتهم، وعشان كده دي قارتنا، وده واجب انك انت تذهب وتلعب. وده اللي لما الناس اللي تعرف يعني ايه هويتنا ويعني ايه قارتنا تسعد كثيرا لما تذهب بكأس الأمم إلى إحدى هذه البلدان. أنا بلاقي غضاضة أن يقول لك إيه أصلاً ما تتلعبش غير في الشمال العربي الأفريقي، أو يعني لو بلد كمان عندها كم ملعب زي غانا مثلا. لا يا جماعة، حضرتك كنت موجود في مالي يا كابتن هاني، وشفت أنه الموبايل اللي كان مغرق الدنيا وشبكات التليفون دخلت لمالي. صحيح. هناك دول مانحة بتقدم خدمة تحتية، بتعمل مستشفيات للشعب مش للكورة، بتقدم لهم استعدادات نموذجية.